مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الثاني المتوسط. درسنا اليوم اليونت الخامس الدرس الثاني. عنوان الدرس Accessing Information، الوصول للمعلومات، موجود بصفحة 48 من كتاب الطالب. حاول تفتح كتاب الطالب، كتاب النشاط على اليونت الخامس الدرس الثاني، وتتبع وياي المعلومات اللي راح نأشرها خلال الدرس. قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب، بيج الفيسبوك الأستاذ طه حسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الثاني المتوسط. كذلك يتم نشر صور المنظمة عبر بيج الفيسبوك الأستاذ طه حسين مدرس اللغة الإنجليزية. أما باقي بيع المنظمة موضحين في الرابط الموجود أسفل الفيديو في الوصف. نبدأ بالدرس صفحة 48 من كتاب الطالب، مكتوب أعلى صفحة Accessing Information، الوصول للمعلومات. أسفلها يقول لي Answer the questions with a partner، أجب على الأسئلة مع زميلك. هنا منطيني مجموعة من الأسئلة اللي الطالب يجاوب عليها حسب رأيه، لذلك إجابات الطلاب بيناتهم راح تكون مختلفة. ليش؟ لأن كل طالب يجاوب حسب رأيه، حسب تجربته الشخصية. مثلا السؤال الأول يقول How often do you use the library؟ كم بالعادة أنت تستخدم أو تذهب إلى المكتبة؟ هنا بعض الطلاب يقول أنا أبد ما أروح المكتبة، بعض الطلاب يقول أنا هواي أروح المكتبة، دائما أروح المكتبة. فكل طالب يجاوب على السؤال حسب نظرته هو، حسب تجربته الشخصية. مثلا أنا أقول I sometimes use the library، أنا في بعض الأحيان أستخدم المكتبة. طالب آخر يختار إجابة أدق، مثلا يقول I go to the library once a week، أذهب إلى المكتبة مرة في الأسبوع، كان يكون يوم الجمعة. إحنا أخذنا بالأول متوسط أن الهو أوفن أجاوب عنه أما باستخدام ظروف التكرار أو باستخدام once, twice, three times, four times إلى آخره، وكل واحدة عرفنا استخدامها وموقعها من الجملة. Number two، ثانيا What was the last book you used from library؟ ما هو كان آخر كتاب استخدمته من المكتبة؟ كذلك هنا كل طالب يجاوب حسب رأيه، حسب تجربته الشخصية. فمثلا أنا أقول It was a novel، لقد كان كتاب لرواية Old Man and the Sea، الرجل العجوز والبحر. مثلا هذا آخر كتاب قرأته. طالب آخر يقول لا أنا قرأت كتاب آخر، يذكر اسم الكتاب. Number three، ثالثا How often do you use the internet؟ كم مرة أو كم بالعادة تستخدم الانترنت؟ الآن الانترنت أصبح أكثر استخداما من قبل الناس، لأن أغلب الطلاب يعتمدون على الشروحات، يعتمدون على التحاضر اليومية باستخدام الانترنت. فمثلا أنا أقول I always use the internet، أنا دائما أستخدم الانترنت. أو أقول I use the internet every day، أنا أستخدم الانترنت كل يوم. السؤال الرابع How do you usually access the internet؟ كيف تصل أو تستخدم الانترنت؟ كيف يمكنك الدخول الانترنت؟ أنت تدخل الانترنت عن طريق حاسبة، عن طريق موبايل، عن طريق PC إلى آخره. فكل طالب كذلك يجاوب على هذا السؤال عن طريق تجربته الشخصية. واحد يقول I use the tablet، أنا أستخدم جهاز التابلت. واحد يقول iPad، واحد يقول computer إلى آخره. فمثلا أقول Using mobile، أنا أستخدم الموبايل. هذا ما يخص الفقرة الأولى. هاي الفقرة أسئلتها كتحضير يومي، أعيد وأكرر هاي الأسئلة غير مهمة بالامتحان التحريري والامتحان الشفوي، لكن من الممكن أن الأستاذ يطلبها كتحضير يومي، يسأل هذه الأسئلة بداخل الصف ويطلب من الطلاب أن يجابوا. فحاولوا تحفظون الأجوبة على ما تروحون محضرين. الفقرة الثانية يقول لي read and choose the best summary، اقرأ هذا المقطع واختر أفضل summary أو أفضل ملخص لهذا النص. هو منطيني نص كامل يشرح لي بي عن فد موضوع معين، وراها يقول لي يا هي من ضمن الاختيارات الثلاثة اللي تناسب فكرة النص. نجي نقرأ النص، نوضح مفرداته، وبعدها نعرف شنو المطلوب حفظه أو شنو الاختيار الأمثل من بين ذلك الاختيارات الثلاثة. طبعا هذا النشاط بداية لتطوير مهارة القراءة، نشاط للقراءة فقط. نجي يقول nowadays، في هذه الأيام we have access to huge amounts of information، نحن ندخل أو نصل إلى كمية ضخمة من المعلومات. you can use an encyclopedia، يمكنك استخدام الموسوعة in the library if you want، يمكنك استخدام الموسوعة الموجودة في المكتبة إذا أحببت أو إذا أردت. to find out about صلاح الدين، لكي تكتشف أكثر عن صلاح الدين، شخصية صلاح الدين. إذا تريد تبحث عن صلاح الدين من الممكن تروح للمكتبة بقسم الموسوعات، راح تلقى شخصية أو الكثير من الكتب عن شخصية صلاح الدين. if you want to know what the capital of مدغشقر، إذا أردت أن تعرف أكثر عن عاصمة مدغشقر، you can look it up in an atlas، يمكنك البحث في
الأطلس، الأطلس اللي هو كتاب الخرائط. Do you know the answer؟ هل يمكنك أن تعرف الإجابة؟ Or you can go straight to the internet؟ أو من الممكن أن تذهب مباشرة إلى الإنترنت for all the answers، لجميع الأجوبة اللي تخطر ببالك. كل سؤال يخطر ببالك تقدر تسأل الإنترنت بطريقة أسهل يوضح لك إياه، أفضل من أن تروح المكتبة. There is an incredible amount of information، هنالك كم كبير جدا مذهل من المعلومات on the internet، على الإنترنت. However, remember، لكن على أي حال تذكر، a lot of information does not always mean good information، ليست الكثير من المعلومات لا تعني إنها معلومات جيدة. بعض المعلومات في الإنترنت قد تكون خاطئة، قد تكون مبوبة إلى آخره. We always need to think critically، هنا كلش مهمة، يجب علينا دائما أن نفكر بنقد about what we are reading، عما نقرأه. إحنا مو كل شيء نقرأه على الإنترنت نصدقه، لازم نفكر تفكير ناقد للأمور اللي نقرأها. Who wrote the information، من هو اللي كتب المعلومة؟ And most importantly، والأكثر أهمية، Why did they write it، ليش كتبوا هاي المعلومة؟ Can we find the same information in different sources، هل يمكننا أن نبحث عن نفس المعلومة بمصادر مختلفة؟ Are there any references، هل هنالك أي مراجع we can check، يمكننا أن نتفقدها؟ يعني مثلا طالب بحث عن شخصية صلاح الدين ولقى معلومة في الانترنت، لازم يتأكد أن هاي المعلومة صحيحة أم خاطئة، ويتأكد عن طريق شنو؟ عن طريق السورسز، المصادر، والرفرنسز، المراجع. Many websites check all the details carefully، الكثير من المواقع تتفقد كل التفاصيل بحذر. To make sure they are correct، لكي تتأكد من أنها صحيحة، يعني أغلب المواقع هي تتأكد من معلوماتها أنها صحيحة عن طريق هذه المصادر والمراجع. Sadly، لسوء الحظ، Many websites aren't interested in truth، الكثير من المواقع غير مهتمة بالحقيقة. And just want as many readers as possible، دائما هذين المواقع اللي ما تكتب الحقيقة مجرد تريد قراء أكثر، مو مهم عندها أنه تنقل الحقيقة بقدر ما مهم أنه تحصل على قراء أكثر. من خلال المقطع النص اللي قرأناه يقول لي الآن، يقول لي شنو هو التفسير الأمثل لهذا المقطع النصي؟ The information in books is always correct، المعلومات اللي بالكتب دائما صحيحة. ذكرنا أنه لازم نفكر تفكير ناقد للمعلومات اللي نقرأها، لأن بعض الكتب، بعض المواقع معلوماتها مو صحيحة، فلازم أتأكد أن هذه المعلومة عن طريق مراجعة السورسز، المصادر، والريفرنسز، المراجع. The information on the internet always correct، المعلومات اللي بالإنترنت دائما صحيحة، كذلك هذا غير صحيح، غير مناسب. لأن ذكرنا بالقطعة أن المعلومات بالإنترنت أغلبها أو معظمها أو الكثير من عدها معلومات مضللة وغير صحيحة. الثالثة، It is good to ask question about everything we read، من الجيد أن نسأل أسئلة عن كل شيء نقرأ. هذا أكثر خيار مناسب كمختصر للقطعة، أن لازم إحنا نسأل الكثير من الأسئلة عن كل شيء نقرأ، يجب أن يكون لدينا تفكير ناقد عما نقرأه. هذا ما يخص النشاط الثاني، مطينا مقطع نصي للقراءة، وراه يقول لي هو أفضل تفسير منطقي للنص اللي قرأته. بعدها النشاط الثالث يقول لي What information can you get from the following، ما المعلومات التي يمكنك أن تحصل عليها من هذه الصور الثلاثة؟ مثلا newspaper، newspaper الجريدة أو المجلة. احنا إذا تذكرون باليونت الأول، الدرس الأول، أخذنا أجزاء الجريدة والمجلة وبيها الكثير من المعلومات، منها sports events، معلومات الرياضية، النيوز، الأخبار، weather forecast، تنبؤ بالطقس إلى آخره. هذا إن كل الأشياء نقدر نحصل من النيوز بيبر. زين الديكشنري، القاموس، شنو اللي نحصل عن عنده؟ القاموس نحصل عن عنده the meaning of the word، معاني الكلمات، the uses of the word، استخدام الكلمات، correct spelling، النطق الصحيح للكلمات إلى آخره. بعد راديو، الراديو شنو نحصل من عنده؟ أغلب الراديوات نحصل من عندها القنوات الأخبارية، النيوز. إذن هاي الأشياء اللي نقدر نحصل عليها من ضمن الأدوات الثلاثة. النشاط اللي بعده يقول لي discuss some bears، you need information about the things in the box، أنت محتاج فد معلومة أو معلومات معينة عن هذه الأشياء اللي منطيك إياها. Where can you find it، وين تلقاها؟ مثلا how to grow plants، كيف تزرع النباتات. هذه المعلومة باستخدام أي وسيلة من الوسائل اللي منطيني إياها بالصور الثلاثة أقدر أحصل عليها. مثلاً من النيوز بيبر، من الجريدة، غير مناسبة. من الديكشنري، من القاموس، كذلك غير مناسبة. من الراديو، من الممكن نحصل عليه من الراديو،
لكن الأفضل أن أقدر أقول using the library باستخدام المكتبة and agriculture books بالكتب الزراعية. بعد a big world event حدث عالمي كبير. هذا الحدث العالمي الكبير وين تلقاه؟ باستخدام يا وسيلة من الوسائل اللي منطنياها، مثلا أما أقول newspaper الجريدة، ومن الممكن استخدام الراديو. The time of the sunset وقت غروب الشمس، منين نقدر نحصله؟ من الراديو. The population of India تعداد السكان للهند، منين نقدر نحصله؟ مثلا من الأطلس، من الكتاب المخصص للبلدان حول العالم. When the museum is open متى يفتح المتحف؟ منين نقدر نحصله؟ مثلا من التيفي، من الانترنت إلى آخره. The meaning of the encyclopedia معرفة كلمة encyclopedia شنو معناها؟ منين أقدر أحصله؟ من الديكشنري. هذا ما يخص النشاط الأخير، كذلك هذا نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري والامتحان الشفوي. الآن ننتقل إلى كتاب النشاط، تمرين رقم 1 يقول لي complete the sentences أكمل الجمل التالية use the words and phrases from the box باستخدام كلمات أو عبارات من الصندوق. قبل ما أبدي بحل هذا النشاط، هذا التمرين مهم جدا بالامتحان الشهري، يجي على شكل إسقاطات مثل ما هو، أسقط الكلمة بالفراغ المناسب. في البداية نحاول نترجم الكلمات اللي منطنياها، وبعدها نسقطها بالفراغات المناسبة. Access معناها يصل أو وصول، الوصول للمعلومات. Find out معناها يكتشف. Look it up معناها يبحث. References معناها مراجع. Sources معناها مصادر. الآن نحاول نسقط الكلمات بالفراغات المناسبة. I didn't know what this word meant. لا أعلم معنى هذه الكلمة. So I فراغ. لذلك أنا سويت، بحثت عنها، أقول looked it up. I am interested in صلاح الدين. أنا مهتم بشخصية صلاح الدين. So I am going to فراغ more about him. لذلك أنا سوف فراغ عنه أكثر. شنو الكلمة المناسبة للفراغ؟ كلمة find out، أبحث، أبحث عنه أكثر. I heard the same information from 3 different فراغ. سمعت نفس المعلومة من 3 فراغ مختلفة. شنو الكلمة المناسبة للفراغ؟ كلمة sources، من 3 مصادر مختلفة. Check the list of فراغ، تفقد قائمة الفراغ. It looks like author only used Wikipedia، يبدو وكأن الكاتب استخدم فقط الويكيبيديا. شنو الكلمة المناسبة للفراغ؟ كلمة references، انظر إلى قائمة المراجع حيث أن الكاتب استخدم فقط موسوعة خاصة بالإنترنت. With this password you can فراغ your emails، بهذا الباسورد أو كلمة المرور هذه يمكنك أن فراغ إيميلاتك أو البريد الإلكتروني، رسائل البريد الإلكتروني. شنو الكلمة المناسبة للفراغ؟ كلمة access، access your email، يمكنك الدخول أو الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني. هذا ما يخص تمرين رقم 1، تمرين مهم جدا بالامتحان الشهري. حاولوا تحفظوه، تكتبوه بالدفتر وتحفظوه، لأن ممكن يجيك بسؤال الإسقاطات. الآن ننتقل إلى تمرين رقم 2، 3 people need information، 3 من الطلاب أو 3 من الأشخاص يحتاجون إلى معلومات. Listen to their conversation، استمع إلى محادثتهم. And fill the table، وحاول أن تملأ هذا الجدول. شوف هنا أنا سعد وميسم وخالد، دور 3 أشخاص يردون needs information about، يحتاجون معلومات عن كذا وكذا وكذا. من خلال المحادثة لازم تعرف أن سعد راد معلومة عن شنو، وميسم رادت معلومة عن شنو، وخالد راد معلومة عن شنو، وكذلك سعد اللي راد معلومة عن شخصية معينة وين يلقاها؟ حسب المقطع الصوتي. طبعا لعدم توفر المقاطع الصوتية للمنهج الجديد، احنا نروح نشوف المقطع النصي على شكل كتابة اللي موجود بنهاية الكتاب، ومن خلال هذا المقطع النصي اللي هو المفروض يكون مقطع صوتي نحل هذا التمرين. فالمحادثة الأولى بين إبراهيم وسعد، إبراهيم يقول هاي سعد، مرحبا يا سعد. سعد يرد عليه يقول له هلو إبراهيم، I've got a problem، أهلا يا إبراهيم، لدي مشكلة. يرد عليه يقول له what is the problem، ما هي مشكلتك؟ قال له I want to go fishing، أريد أن أذهب للصيد tomorrow، اليوم غد. But I don't know what the weather will be like، لكن لا أعلم كيف سيكون الجو يوم غد. فهنا مشكلة سعد أو المعلومة اللي يريدها سعد متعلقة بالطقس، فأقول the weather. زين وين يلقى الحل عن هذا الموضوع؟ فيقول له you should listen to the weather forecast in the radio، يجب أن تستمع إلى نشرة جوية في الراديو، إذا الحل مالته موجود بالراديو. بعد المعلومة الثانية أو المحادثة الثانية، ميسم تتحدث
هاي بدرية I got a problem. أهلا يا بدرية، لدي مشكلة. What is it؟ ما هي المشكلة؟ Maybe I can help. ربما يمكنني مساعدتك. I have to write about a famous Iraqi inventor. أريد أن أكتب عن شخصية مشهورة أو عالم مشهور أو مخترع عراقي مشهور. For the magazine، للمجلة. Where can I find some information؟ أين يمكنني أن أجد المعلومات؟ إذن ميسم تريد تبحث عن شنو؟ عن famous Iraqi inventor، عن شخصية عراقية أو مخترع عراقي مشهور. فيقولها وين ألقى هاي المعلومة؟ يوز الانترنت، باستخدام الانترنت. إذن المعلومة تستخدم الانترنت بيها. خالد، المعلومة الثالثة والمحادثة الثالثة. هلو بلال، مرحبا يا بلال. هاي بلال، this is خالد. Let's go to the cinema tonight. قال له مرحبا يا بلال، أنا خالد، دعنا نذهب إلى السينما الليلة. Oh fine. Yes. What's on؟ حسنا، ماذا هنالك؟ Oh I don't know. What's on؟ حسنا، أنا لا أعلم. أو ماذا يوجد هنالك في السينما؟ I phoned the cinema but there is no reply. خابرت السينما بس ما حد رد علي. Have you got a newspaper؟ هل لديك مجلة أو جريدة؟ A newspaper؟ Yes. جريدة؟ نعم. Well use it. حسنا، استخدمها. Look at the what's on the section. انظر إلى القسم الخاص بماذا هنالك. You will find the cinema listing there. سوف تجد قائمة بأفلام المعروضة على السينما. إذن خالد يريد يعرف what's on the cinema، ماذا سوف يعرضون على السينما. المكان اللي مفروض يبحث به عن هذه المعلومة هي النيوزبيبر. هذا كل ما يخص تمرين رقم 2، مجرد نشاط صفي يستمع الطالب من خلال المقطع الصوتي اللي أنا عرضت لكم إياه على شكل مقطع نصي لعدم توفر المقاطع الصوتية. ومن خلال المقطع الصوتي أو المقطع النصي يحدد المشاكل اللي يعاني من عندها سعد وميسم وخالد، وشن الحلول أو المكان اللي ممكن يلقى بيه إجابات هذه المشاكل، غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي. ننتقل للتمرين رقم 3. Read the story and answer the questions. أقرأ القصة وأجب على الأسئلة. Write short answers. أكتب إجابات قصيرة. طبعا قبل ما أبدي بقراءة هذه القطعة، هذه القطعة بعض الأساتذة يطلبوها من الطلاب، يعني يصير قطعة مطلوبة وتجيك بسؤال المخصص للقطعة، وبعض الأساتذة ما يطلبوها. فأنت اسأل الأستاذ مالتك، أستاذ هذه القطعة مطلوبة من الامتحان الشهري؟ إذا كانت مطلوبة حاول تأشر وياي المعلومات المهمة اللي راح أأشرها، وتحفظ الأسئلة المتعلقة بها إن شاء الله بعد دقائق راح نعرضها. وإذا ما مطلوبة من عندك فهذه القطعة تعتبر فقط قطعة للقراءة. إن شاء الله صار واضح. الآن نبدأ بقراءة القطعة ونوضح مفرداتها ونحل الأسئلة المتعلقة بها. شو يقول لي؟ يقول لي نبيل decided to buy a computer. نبيل قام بشراء أو قرر شراء حاسوب. He wanted to send emails. أراد إرسال رسائل البريد الإلكتروني. And use social networking sites. واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الحاسوب. He went to the shop. ذهب إلى محل. And talked to the shopkeeper. وتحدث إلى المالك، مالك المحل. هنا الشوب كيبر هو مالك المحل، مالك المحل. أما الشوب أسيستنت هو العامل الذي يعمل في المحل. ميزوا بين ذن الكلمتين لأن بالأسئلة لازم أنا ميز بيناتهم. شو يقول لي؟ يقول لي he talked to the shopkeeper، تحدث إلى مالك المحل. He was very helpful، كان محب للمساعدة. هذا مالك المحل كان متعاون ومحب للمساعدة. They spent an hour looking at different computers. استغرقوا ساعة كاملة في البحث عن مختلف الحواسيب. And in the end، وفي النهاية، نبيل bought one. نبيل اشترى واحدة. Bought هي الماضي مال buy. Buy يشتري. Bought اشترى. He took it home. أخذها للبيت. And switched it on. وشغلها. Nothing happened. لم يحدث شيء. He tried 5 or 6 times. حاول 5 أو 6 مرات. But the computer didn't work. لكن الحاسوب لم يعمل. نبيل was not pleased. لم يكن نبيل مسرورا. The next morning. في الصباح التالي. نبيل went back to the shop. عاد نبيل إلى المحل. The shopkeeper was not there. لم يكن هنالك مالك المحل. But the assistant was. لكن العامل، عامل اللي يعمل بالمحل، كان هناك. إيش قال له نبيل؟ قال له I bought this computer here yesterday. اشتريت الحاسوب أو هذا الحاسوب من هنا البارحة. قال نبيل But it doesn't work. لكنه لا يعمل.
The assistant tried it. حاول الصانع أن يشغلها. Nothing happened. ولم يحدث شيء. We'll have to send it away to be checked. سوف نرسلها لكي يتم فحصها. Said the man. قال هذا الرجل اللي هو العامل. How long will it take? كم سوف تستغرق؟ Asked نبيل. سأل نبيل. About 2 weeks. رد عليه. قال له حوالي أسبوعين. That's no good. ذلك ليس جيدا. قال نبيل. I paid a lot of money for a new computer. لقد دفعت الكثير من الأموال لحاسوب جديد. And I want it now. وأريدها الآن. ما أقدر أنتظر أسبوعين. I am sorry. There is nothing I can do. إيش جاوب المحل أو الصانع اللي يعمل بالمحل؟ قال له أنا آسف لكن ما بيدي شيء أسوي. Oh yes there is. قال له بلا يمكنك. يمكنك عمل شيء. Either give me another new computer. أما أن تعطيني حاسوب جديد مختلف. Or give me my money back. أو تعيد لي أموالي. He tried the new computer. جرب الحاسوب الجديد. Everything worked. كل شيء عمل بشكل طبيعي. He took his new computer home. وأخذ حاسوبه الجديد للبيت. قرأنا القطعة وضحنا مفرداتها. الآن ننتقل للأسئلة المتعلقة بها. شو يقول لي؟ يقول لي What did Nabil want a computer for؟ ماذا أراد نبيل الحاسوب؟ لشنو يستخدمه؟ وضحنا أن نبيل راد يشتري حاسوب على مود send emails، يرسل الرسائل بريد الإلكتروني and use social networking sites، ويستخدم مواقع التواصل الاجتماعي to send emails and use social networking websites. How long did Nabil spend in the shop؟ كم استغرق نبيل في المحل؟ ذكرنا بالقطعة أنه أبو المحل كان ودود أو كان متعاون وظلوا ساعة كاملة يدورون على الحاسوب المناسب. فأقول about an hour، حوالي ساعة. What happened when Nabil took the computer home؟ ماذا حدث عندما أخذ نبيل الحاسوب للبيت؟ شنو اللي صار؟ ما اشتغل. فأقول it didn't work، لم يعمل. How did Nabil feel؟ كيف شعر نبيل؟ شعر أنه ليس مسرورا. فأقول he wasn't pleased، لم يكن مسرورا. Was the shopkeeper's assistant helpful؟ هل كان العامل اللي يعمل بالمحل helpful، محب للمساعدة أو متعاون ودود؟ ذكرنا بالقطعة أن المالك كان ودود لكن العامل كان غير ودود، لأن قال له أنه رح أرسل الحاسوب للصيانة أن يفحصوها ومن الممكن يتأخر أسبوعين. إذن كان غير ودود. إذن أقول No he wasn't. Finish this sentence، أنهي هاي الجملة، كمل القول. نبيل قال، إيش قال؟ Either give me، أما أن تعطيني، إيش تعطيني؟ الكمبيوتر، كمبيوتر جديد، a new computer. Or give my money back، أو تعيد لي أموالي. أما either give me a new computer or give my money back، أو تعيد لي أموالي. What did Nabil get in the end؟ على ماذا حصل نبيل في النهاية؟ قلنا بعد ما حكى ويا العامل اللي بالمحل قدر يقنعه أن يبدل الحاسبة أو ينطيه حاسبة جديدة. فقل له he got a new computer، حصل على حاسوب جديد. هذا ما يخص الأسئلة المتعلقة بالقطعة. مثل ما وضحنا، اسأل الأستاذ مالتك، قل الأستاذ هذه مطلوبة القطعة من عندي. إذا طلبها من عندك فهذه الأسئلة أمامكم، حاولوا تحفظوها. وإذا ما طلبها من عندك بالامتحان التحريري فهو مجرد نشاط للقراءة. هذا كان درسنا هذا اليوم، درس بسيط وممتع. حاولوا تحفظون الأشياء اللي أشرناها وقلنا عن المهمات والتمارين المتعلقة بالإسقاطات لأنها مهمة جدا بالامتحان الشهري. ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو. لا تنسى تشترك بالقناة وشارك الحلقة مع أصدقائك لكي تصل إلى أكبر عدد ممكن من الطلاب.